كنت منه هذا ساعدة الوالي يشوف عين الاعتبارات الناس هذو، وكنت منه هذا المشكل يتحل. احنا عندنا هذا المشكل ديال هذه المعدونيات هذو، انتهت المدة الصلاحية ديالهم، وهاد الناس ما بغاوش يديروا معنا حتى شي حل، وما بغاوش يديروا معنا شي حل باش الانسان ربع. ان كان الكاري كاين اللي سايب بحال انا ساكن في العشوائي، انا والله العظيم انا ساكن في العشوائي وتيقطر عليا الماء، ما لقيت لي حتى حل. وهاد الناس هادو ما بغاو يديروا معنا حتى شي حل. وهاد المعدونيه ديالي انا عندي فيها الزوار، هي العمل ولايه دايره 6 على 6، وملي انتهت انا ما كنتش عارف، ما كنتش عارف في الاول، جيت لقيت 12 على 12. وهذا الشيء اللي دار معنا هذا الشيء اللي دار معايا السيد، راه ما كاين، راه ماشي معقول. والتزوير 12 في 12 ما كايناش نهائيا، كاينه 6 على 6. وملي جيت لهذا السيد مصلحه الاداره في اللي كانت هنا الاولى، قالت لي ما عندي ما ندير لك، انت اللي سينيتي. قلت لها انا ما عارفش، انتم اللي خصكم توروني شنو كاين. من باغي نجيب لي جبت لكم الوراق، قولوا لي لا راه كاين وكاين، واش راضي بهذا الشيء؟ غنقول لكم لا، انتم رضيتوا بهذا الشيء، اذا انت متواطئ معاهم. ودابا راه هاد السيده راه مشات في حالات، وحنا كنتمنوا الخير في هاد الناس الجدد اللي كاينين. المشكل اللي عندي انا بغيت هذا نستغل هذا الرخصه ديالي نستغلها لراسي، لان السيد اللي انا معاه مات، توفى قبل ما ينتهي عقد النموذجي، وبقاو هما تيقولوا لك هما سمع راه الوراثه، وسال عقد النموذجي دابا بعامين، ورغم ذلك بقاو مستغلينها. بالنسبه لهذا الوقت دابا راه 2500 شهر ما كدير حتى شي حاجه. بالنسبه لي انا عندي الكريدي وعندي مارات مزمن، راه عندي الكريدي نيت، هما عندي الوراق وعندي كلشي، 24 عام ديال الكريدي راه ما ساهلاش. تتقال لي 1000 درهم الشهر، و1000 درهم الشهر اش دير لك هذا الوقت؟ يعني راه كلشي دابا زاد، كلشي فين هذاك الزياده ديال كل 3 سنين؟ راه ما كاينه حتى شي حاجه. مستغلين هما الراسم وكلشي، وهما باغيين يديروا معك حتى شي حاجه. ملي تجي هنايا ما تيديروا معك حتى شي حل، حتى هما تيعطيهم وقت علينا حنا، صافي ما تيديروا معك حتى شي حاجه والو. ورغم ذلك باقي تيتماطلوا عليا، باقي شي حوايج ما مخلصاش فيهم، وتيتماطلوا عليا حتى في الشهر، وانا ديما عندي الزياده مع البنكه، الوراق ديالي وكلشي عندي. من اللي بديت معاهم انا في التماطل، بصيت قبل ما يموت بواحد الشهر، مشاو خرجوا الدعم، والسيد جا، وعارفين السيد با، وعارفين وغادي يموت، وجاو عندي هما باش نعطيهم لاكارت، وجاو عندهم هنا عطاهم، جاو هنا العمال عطاتهم لاكارت، مشاو داروا بها الدعم. انا دابا تنقول لوالي جديد انا بغيت نطالب الحق ديالي، استرجاع المعدونيه، لان هذاك الشيء اللي عندي انا دابا ما كافينيش، والدراري دابا تبارك الله تكبروا، المسؤوليه كبرات، وراه انا ما داير لي حتى شي حاجه، باش ترجع بغيت نخدم انا نفسي. ولدي راه كبر، عاد نخدمها انا راسي نخدمها. رغم ذلك ما عاطينهم العقد ديال 12 عام سالات، وبقى العقد مستمر. حنا النهار الاول ما قالوش لنا بغات تسالي 12 عام غيبقى العقد مستمر، وما عندهم شي السنوات ديالهم وديالنا حنا بوحده، وبقى رغم ذلك بقى مستمرين فيها.